معكم الدكتور أسامة اللالة، مجلس أبو ظبي الرياضي. اليوم قدمنا ورشة عمل لأولياء أصحاب الهمم بالتعاون مع الأمهات الخاص، ركزنا فيها على أنماط الحياة الصحية وأهمية أنماط الحياة الصحية في تغيير تفكير وشخصية الأطفال من خلال أهمية الحركة والنشاط البدني كعامل إيجابي للابتعاد عن الأمراض وزيادة الطاقة والحيوية وأيضا تعزيز صحة الدماغ. تكلمنا عن النوم وأهميته للصحة وأيضا العادات الغذائية وكيفية تعزيز العادات الغذائية عند الأطفال في كل مراحل العمر حتى يصبحوا أكثر حركة ونشاط ويبتعدوا عن الأمراض المزمنة.